صباح الخير. فارس قنديل صاحب الاوتيل وصاحب ادم. يا حلوه بس ايه ده؟ تعيش وتاخد غيرها. شفت بصيت لي ازاي؟ بس كان غيرك اشطر. وانا اللي اعرفه ان هي جايه تغطس وتصطاد وتسبح على خير. انت من اهله. طب بص لنا كده ليه؟ ما تضغطوش عليا اكتر من كده، لو اخر بنت في العالم مش هتجوزها. انا فهمت. انت خايف من الرفض. مستر فارس انا عايز قلبك يبقى قلب جريء، بطل. ميرا دي لو اديتها فرصه ممكن تبقى الحب الاول. بص كده شوف، شايف السود عيونه؟ بتقول لو سالوني مستر فارس حبيب عيوني. قوم قوم قول لها بحبك، هتقول لك وانا كمان. قول لها حبك نار، هتقول لك قول كمان. قول لها يوه ما خلاص قلناه. ويا سيدي لو ما انبسطتش قول لها كان منايا تبقي معايا واعمل ريفرس وارجع. ده انت استاذ في الحاجات دي. وعلى فكره ميرا دي لو فاتتك مش هتلاقي حد يتجوزك. طب بص كده ليه؟ ولو برضه انا مش حاجه على كرامتي برضه. سيكو زي موامسيو الشيك اللي يستحق الدفع كمان يومين فوق اي كرامه. وانت عرفت موضوع الشيك ده منين؟ عدوين. ايوه. بعد ما اخلص العصير ده عايز عصير برتقان ليموني عشان احتفل بالشيكات ديت. انت داير بقى في الاوتيل بالشيكات دي؟ فشر، ده انا داير في الغردقه كلها بشرادك بالشيكات دي. فاضل يومين على ميعاد الشيك. حلو اليومين دول تكون اتجوزت ميرا. انت عرفت اسمها منين؟ ده الغردقه كلها عارفه يا راجل، ولا ايه؟ والله وهتبقى فضيحتك بجلاجل لو ما جوزتهاش بكره، ولا ايه؟ والله يليوي 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 يليوي. ده غير بقى ان الشيك هيطلع من الضرايب هوب على النيابه. وانت شغال ايه بقى؟ صبي مامور؟ حق عليه انه بينصحك بدل ما تروح في الكلابوش. يا فندم يا فندم بس ادي لها فرصه. بص ده كده، بص 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 بص، بص شايف شكلها حلوه بالليل. تصدق والله فعلا حلوه بالليل. فعلا بالليل بتفتح، الصبح بتغمق ما اعرفش ليه، بس اوعدك يوم الصباحيه هتبقى قمر وزي الفل. هي مين دي؟ البنوته ميرا. استاذن انا بقى. استنى بس، انت رايح فين؟ رايح الحق فريده بدل ما تبوظ لنا الجوازه، ولا ايه؟ ولا عايز تقول له حاجه تاني؟ لا اتكل على الله يا مستر فارس. السلام عليكم. عايز تعرف وكده. مساء الخير. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ والله كنت عارف ان مودك هيتظبط بالليل الصبح عوم بقى وكده. وحشني موت. ايه ده لحقتي تحبني بالسرعه دي؟ وانا كمان. ميرا حبيبتي. غلاب صدق كنت هزعل قوي لو ما كنتش جيت. لا ما اقدرش. اعمل حسابك نتعشى مع بعض النهارده. اكيد هحجز لك احلى ترابيزه. هروح اجيب تليفوني من الاوضه عشان انا نسيته. ها استني اجيب لكم اتنين لابون الاول. يا ريت تساعدوا على المطعم بليز. اوكي حبيبتي يا ميرا حبيبتي. يا سلام. ايه ده ميرا؟ مش مصدق. غلاب غلاب عامل نفسك مش شايفني اظن. اهلا ازيك؟ ايه اللي رجعك تاني؟ ميرا طبعا. تعرفها منين؟ ها اعرفها من زمان قوي، كنا جيران في المانيال وخالها الله يرحمه كان من اعز اصحابي. يعني عايز تفهمني بقى انها جت الاوتيل هنا صدفه؟ لا طبعا، انا اللي قلتها تيجي هنا، قلت اعمل لك اي نسبه اشغال. هو انت لاقي زباين يا مسكين؟ تعمل ايه في قلب الطيب؟ ما هنتش عليها العشره رغم كل اللي انت عملته فيا. كتر خيرك يا غلاب، بس بقول لك ايه، البت دي تنكة ومغروره كده وشايفه نفسها. انت متضايق عشان نفضت لك لما حبيت تتعرف عليها. ايه ده ايه ده؟ هي قالت لك؟ خالص، هي مش شايفاك اصلا. امال عرفت منين؟ سيرتك على كل لسان يا مسكين، قلت لك كله عرف الفضيحه، الفضيحه بجلاجل. يا سلام. طب بقول لك يا استاذ غلاب، غلوبه؟ نعم. هي مخطوبه؟ انت مالك يا اخي؟ عشان خاطري. مخطوبه؟ لا مش مخطوبه. ها خير؟ امرني، خير عايز ايه تاني؟ يعني ممكن تتجوزني؟ معرفش والله. انا شايفكوا بقى سمنه على عسل وبتحبوا بعض قوي كده يا اخي. اسالها عشان خاطري. ساتر على نفسنا اللي فيك يا ساتر. بص قول لها انا ممكن اتجوزها النهارده او بكره بالكتير. وانا مالي؟ هو انت مش رفدتني؟ اسكت، مش انا رجعتك تاني. يا سلام يا اخويا، اجيب لك ليمونه تعصير على الكلام اللي انت بتقوله لي ده. ما تسوقش فيها بقى بيبو، هي مش طايقاك اصلا. وعلى فكره قالت للراجل ده ابو دم تقيل لو قرب لي تاني هعمل له محضر تحرش. ها هو انا لمستها اصلا؟ كفايه بساطك يا فارس، انت عليك بساط. قصدك دي يعني؟ لا بص مش هتضحكني يا فارس، وانا مش طايقك يا فارس، والله ما طايقك. استنى بس غلوبه. استنى على زفت. يا بيبو يا بيبو استنى بس. استنى بس يا غلاب، انا لسه ما خلصتش كلامي.
على فكره البنت مش طايقاك مش طايقاك مش طايقاك. الشيكات اللي انا كاتبها على نفسي هتستحق كمان يومين. لا حول الله. تصدق انت ما صعبتش عليا خالص. هو انت استغنيت عن عمولتك ولا ايه يا متر؟ عمولة ايه؟ انت عايزني اجوزك وانت رافدني؟ ما انا قلت لك يا عم هرجعك. لا معلش انا ارتبطت مع عريس جديد كده عايزني اجوزه. انت شكلك كده مش هتسكت غير اما احبسك في اوضه لغايه ما يبان لك صاحب. لا خلاص اجوزك عم وامر لله. خلاص قول لها هدفع 2 مليون جنيه مهر وشبكه ومؤخر بس كاتب الكتاب النهارده. انسى ميلا ملهاش في الفلوس ولا بتفكر فيها. عشان تتجوزك لازم تحبك الاول. وهتحبني امتى بقى ان شاء الله؟ انت وشطارتك. خلاص شاور لي على اي مدخل ليها. ميلا ملهاش غير مدخل واحد وانت عارف. انت تاني عايز تسوحني زي امبارح؟ عيب عليك يا مستر فارس. اصل ميرا دي عايزه اصرار. اه من نوع التقيل. يعني عندك فريده من نوع الاتقل. فصر بقى صر عشان تنول. تعرف لو كسفتني هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ مبدئيا هرفدك. ثانيا بقى انقي لك نخله من النخل الحلو ده. اه هعلقك فيها. اولا ارفد انا كده كده ما بقبضش. ثانيا لو علقتني على نخله انا يا سيدي بحب البلح. ثالثا وده الاهم يا مستر فارس انت بتقول وما بتعملش. ما تخش اتكلم بقى. روح يا راجل بقى روح اتجوز بقى. ما تتعبناش بقى يا راجل بقى ما تتعبناش. ادهم نعم. ادهم انت مش ملاحظ؟ سوري يا ابي فارس. حلوه كده. اتفضل يا ابي. اتفضل يا ابي. حاضر. صباح الخير. تاني مرة؟ أظن بقى لو قلت لك صباح الخير تالت مرة وتكسفيني ده مش صح. صباح الخير. خير؟ لا مفيش. أنا شايفك لابسة لبس غطس وكده فحبيت أساعدك يعني لو محتاج حاجة. أنت هتساعدني أنا في الغطس؟ أه طبعا يعني لو عايزة تعرفي حاجة تعلمي حاجة أساعدك في حاجة. وأنت إن شاء الله ناوي تعلمني الغطس باللبس ده ولا هتلبس إيه؟ مش فاهمة. أيوة بصي اعتبريها حصة نظري. هو أدم ما قالكيش إن أنا جامد في الحاجات دي. بصي أنا هشاور لك وأنت تغطسي على طول. اوكي. انا ما عنديش اي مانع. بسيب شرط بقى. هفضل واقف هنا وتراقبني وانا بغطس. بس اقسم بالله لو ما لمحتكش واقف هنا هعرف اعمل فيك ايه؟ ايه؟ هخليك تيجي تدربني على لا 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 انا مش هبعد. بصي ده انا مولود على الشط. انا بحب الشط جدا. انت بس بصي ربنا يوفقك وانا هشاور لك. يلا وريني شط. يلا اتفضلي. ايوه احسن احسن احسن. يا الشمس جامده. تعال هون. يلا بينا اهو. غلاب انا قايل لك هات لي شويه قطن. جايب لي شويه قطن قعدوا جنب الراجل. استنى ما انزل لك الحراره. استغفر الله العظيم. مش انا. اه لا مؤاخذه مش انا. طب اديها له عشان ينزل الحراره يا اخي. اقعد. حاضر. انت بتعمل ايه؟ انت بتحلق له؟ مش هنا مش هنا. ايه مستر فارس؟ تعال لي بقى انا عايز افهم. يعني انا ما وريش غيرك في الفندق ده مثلا؟ انا شغال في الفندق ده عشانك انت بس. يعني عشان اعالجك انت بس يعني؟ والله العظيم كنت اردت اصدق انك دكتور. مش وقت هزار دلوقتي. دكتور دكتور رفقا بالمريض. الراجل تعبان عالجه وبعد كده تطوه بره. معاك حق في دي مستر فارس. قلت لك 100 مره انت ما ينفعش تقعد على الشاطئ. انت ممنوع من الشاطئ. مين مين اللي عمل فيك العامله دي؟ استاذ غلاب في ايه؟ ايه ايه المشكله ان انا قلت له اقعد على الشاطئ؟ يعني هيتسلق يعني ولا ايه؟ هو فعلا اتسلق. على فكره يا مستر غلاب انت كمان ممنوع من البسين. حاضر يا دكتور. دكتور دكتور الراجل مريض ولازم يتعالج عشان يورث ويدفع الضرايب اللي عليه. اعمل ايه دلوقتي؟ تسالني انا؟ عالجني. عالجك؟ لقيتها. ايه اللي لقيتها؟ معايا يا شباب يلا دواء من القلب بصفاء كده عالي قوي. يا رب يا رب مستر فارس يخف. يا رب يا دينينا يا رب مستر فارس يخف. يا رب ربنا ياخدك. يا راجل انت قلت لي ده دكتور ولا بيحل ولا بينيل. 12 في 9 بكام؟ ب 32. صح يا لئيم ابتديت تذاكر صح.
فارس انت زي الفل يا فارس. قوم يا فارس قوم قوم يا حبيبي. والله والله العظيم انت زي الفل. دي مناظر ده شكل دكتور يا راجل. حرام عليك بقى فعلا انا زهقت. وانت تعالى تعالى ده ما ينفعش اللي بتعمله. تعالى اضرب لك جزرايه ولا خراب المطبخ الكيس ده. ايه البلاوي دي؟ الله يا اخي يا ساتر. فارس اقفل النور وخد الباب في ايدك والنبي وسيب لي امجد عشان عايزه منبه يصحيني بعد نص ساعه. كويس انك لسه هنا في الاوتيل. وكويس انك لسه عايش. سوري ما تزعلش ما تزعلش. صحتك عامله ايه دلوقتي؟ والله يعني عارفه انك عملت فيها مقلب وخليت الشمس تلطشني. انا عايز افهم بس انت عملت فيها كده ليه؟ عشان كداب. كداب؟ كل ده عشان موضوع الغطس؟ اه مش بفهم في الغطس. دي كدبه صغيره، كدبه بيضه. مفيش حاجه اسمها كدبه بيضه وكدبه سوده، هي كدبه من الاخر وانا ما بحبش الكدبه. طب تصدق ان انا زيك ما بحبش الكدبه خالص؟ عشان كده بقى انا عايز اعترف لك بكل حاجه. اعترف؟ انت عارفه ان من اول ما شفتك وحاسس ان في بيننا كيمياء. مش كيمياء لا، معادله كيميائيه. والمعادله دي انا شغال عليها بحلها. عارفه هطلع منها ايه؟ مشاعر واحاسيس وحاجات جميله. اه يا قلبي قلبي وجعني قوي على فكره. ماشي ماشي يا مدرب يا عظيم يا بتاع الكيمياء. ممكن تفهمني قلت الكلام الحلو ده لكام بنت قبل كده؟ وحياه طنط نجوى ولا واحده. هتكذب تاني؟ طب انا حسبت لك ان انا مش بكذب. عمرك ما سمعتي عن الحب من اول نظره؟ سمعت. اهو اللي بينا ده حب من اول نظر. طب فرضا ان انا صدقت. الخطوه اللي بعد كده؟ نتجوز فورا. كده بالسرعه دي؟ اه والله العظيم انت حظك ماشي. انا عندي مأذون في الاوتيل هنا رابطه وقاعد مستني اي جوازه. اوكي. سيبني افكر. بدايه مشجعه. والله كنت حاسس ان هيجي منك. ايه يا عدو انت بتعمل ايه؟ سايب الشغل وتتمرجح. تتمرجح ايه يا ابني؟ دي رياضه يا جاهل. يا ابني لازم تبدا يومك كده ايه؟ برياضه وحيويه ونشاط. انا ميرا علمتني حاجات كتير قوي. عندك حق. ميرا فتحت نفسي على الحياه كلها يا عدوي. طب انت هتفضل واقف كده؟ اقعد يا ابني اقعد. انت مش غريب. رياضه للجميع. ياه يا عدوي تعبان ولا ايه؟ لا امال ايه؟ انا لسه احب واتحب واتجوز يا عدوي. اه صباح الخير. سامعني؟ أنا جاي أكلمك في موضوع جوازنا. هو أنت إزاي تدخل عليا وأنا بلعب يوجا؟ يعني إيه يعني؟ هو أنا دخلت عليك وأنت في الحمام؟ عادي يعني. ما أنتش عارف يعني إيه يوجا وعاوز تتجوزني؟ أنت عارف أنا محضرة كام دكتوراه في اليوجا؟ اتنين، وبعمل التالتة كمان. أنت فاضية بقى. أنت مهتمة بالرياضة كده ليه؟ طبعًا لازم أهتم بالرياضة، وأنت كمان لازم تهتم بيها ده لو أنت عاوز تتجوزني. بعد الجواز هتلاقيني بص رياضي. بص انا بلعب كل حاجه حتى في البلياردو جامد جدا والله. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا لازم تكون رياضي. اقول لك حاجه، اول حاجه نبدا بيها العوم. لا كله الا العوم. بصي انا بقالي 30 سنه نفسي اتعلم العوم ومش عارف. اهو بقى الا كده. انت عايزني اتجوز واحد ما بيعرفش يعوم؟ انت عارف بابا كان ايه؟ بابا كان بطل سباحه، عدى المانش 3 مرات ما شاء الله. وبعدين لازم اتجوز واحد كده يعوضني عن عوم الاب. نعم ايه عم الاب دي؟ اسمها حنان الاب. اه موافق. حلو قوي حنان الاب. تعال نبدا بالحنان. مفيش حنان قبل ما تكون رياضي. قدامك 24 ساعه بالكتير قوي تكون اتعلمت العوم، اوكي؟ هو انا هتعلم الطبيخ؟ استاذ مؤمن السباح العالمي بيقول اسيب نفسي الميه وهي اللي هتشيلني. يا جدي هو انت لو كنت علمتني السباحه كان زماني دلوقتي ما بغرقش في شبر ميه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كان قلبي حاسس. حاسس؟ حاسس بإيه؟ إنك هتكلم نفسك. ده أنا بكلم جده. يا أنيل مش فارقة. تفتكر هعرف أتعلم السباحة على كبر؟ تتعلمها على كبر أو على مهلك أنت لازم تتعلم عشان خاطر ميرة. زهدي. إيه؟ أنا خايف أغرق. ما أنت لو ما غرقتش في الميه هتغرق بسبب الشيكات اللي عليك ديت. إيه ده؟ هو انت لسه ما سلمتش الشيكات دي للمأمورية؟ لا ما سلمتهاش للمأمورية، انا قلت اخليها معايا عشان ازل لك بيها. لا انا ما فيش اي حد يزلني غير الجواز. لا
لا حول ولا قوة إلا بالله. على رأي اللي قال الحب ذلها للرجال. جدو. جدو. أنت اللي وداك عند جدو. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواد فك مني خلاص. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا طول عمري ما بعرفش أعوم. هتعلم العوم في ساعتين؟ مضطر يركب الصعب. بس أنا أسمع إن في عومتين سهلين قوي. إيه هم؟ فراشة والكلاب. يا عم ما بعرفش، ما بعرفش. يعني تعوم ولا تتسجن؟ هو أنت لازم اختياراتك يبقى فيها حاجات كلها وحشة، يا إما أغرق يا إما تسجن. لا، تعوم تتسجن. أنت ما سمعتش سيد الكوا بيقول لك قلت إمبارح ما جانيش نوم، وإحنا لسه في أول يوم قبل ما ترميني في بحورك، قبل ما ترميني في بحورك. مش كنت تعلمني لو ادي قلتها يا فروسه. اه والله صدق. طب بقول لك ايه، انت مش قلت لي ان هي كانت جارتك في العماره؟ اه جارتي طبعا. طب ما تشوف لي بقى واحده تانية في العماره برضو، بس تكون بقى ابلي مش بحري. لا في نفس السن مش هتلاقي، لان كل البنات الصغيره خلعوا. في اقل سن 67 سنه. ارامل ماشي معاك؟ يلا انا جاهز. 67 ايه؟ طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ اشتري مايوه وعوامة وتعوم كلاب. على فكرة أنا مبسوطة بيك قوي. أنت بقالك لحد دلوقتي 46 دقيقة و15 ثانية. بالنسبة لأول يوم رائع، وعشان أكون لطيفة معاك أنا هخلي النهاردة 6 ساعات بس. لا لا حرام عليكي، 6 ساعات كمان حرام عليك. الفترة اللي فاتت دي كلها لا أكل ولا شرب ولا كلام. ده بس ما ينفعش تزوم بالشكل ده، وبعدين مفيش أكل خالص غير بعد التدريب. أنت عارف اليوجا دي بتعمل إيه؟ بتعلي ضغطك، تخلي الناس اللي أنت عايز منهم الضرايب اللي عليهم يدفعوها لك، كمان بتعلي حيويتك، حاجات كتير حلوة قوي. تعلي حيويتي؟ ده هتعلي لي الضغط يا أختي، هتعلي لي الضغط يا أختي. أنا جعان جعان. هنبدأ تاني. يلا عبد الغزال. إيه ده؟ أكل. أكل. أكل هو بس أكل. إيه حرام عليك؟ هو في حاجة؟ أنت مجنون. بس أهي أهي فاخدة أهي. حرام عليك. مفيش أكل غير بعد التمرين. حاضر. إيه ده في إيه؟ أنت عملت فيه إيه؟ عايز إيه؟ الحساب 750 جنيه. نعم؟ ليه؟ عشان إيه إن شاء الله؟ الطلبات الإكسترا اللي حضرتك طلبتيها. آه أوكي أوكي، بس أنا مش هدفع دلوقتي. لا، مادموزيل فريدة قالت لي الحساب قبل شيك أوت. يعني مش فاهم يعني شيك اوت، بس هو انت لازم تحاسبي قبليه. انا مش هعمل تشيك اوت دلوقتي، انا لسه همد يومين. لا، مادموزيل فريده قالت لي مش هينفع تمد عشان في 3 جروبات جايين. يعني ايه؟ هتطلعوني من اوضتي مثلا؟ مادموزيل فريده قالت لي اه. واضح ان انت ومادموزيل فريده بتاعتك دي قدام قوي. يعني ايه؟ ايه الجديد يعني؟ الجديد ان انا خطيبه صاحب المطعم. خطيبته؟ مادموزيل فريده ما قالتليش. اكل يا يا سيدي سيبه، يا سيدي سيبه ارحمه. انت مجنون انت. هو ملح ملح وفلفل، ملح وفلفل. اتصرف يا حاجه. اكل يا عم. والله مش هسيبك، مش هسيبك تمشي يا سعيد. ايه يعني ما بتاخدش تبس؟ عادي يا عم، ما انا ما بقبضش. بكره هنقبض يا سعيد، وانت هتاخد تبس، وانا هتجوز فريده، وهتيجي ترقص لي فرح يا سعيد. طب والله العظيم ما هسيبك تمشي غير لما ترقص لي فرح يا سعيد. هرقص لك يا عم الحاج، بس سيبني امشي من هنا. سيبني يا ادهم. مش هسيبك يعني مش هسيبك، بس انا مش قادر افهم هي الشنطه دي خفيفه كده ليه؟ ما فيهاش غير الترنج اسود هو اللي حيلتي. رايح اغيره. انت رايح تغير؟ مش هتمشي من الاوتيل؟ لا لا خالص. اه يا تافه. 3 ثواني، 3 ثواني الاقيك في الريسبشن قدامي، فاهم ولا لا؟ مستر فارس هيبهدلك. حاضر. ايه مستر فارس؟ لا بقول لك ايه؟ 3 ثواني ونختفي احنا الاثنين من هنا لحسن. حسن باشا جاي. حسن باشا؟ اه. اعمل نفسك من المالديف. حاضر. اعمل نفسك من المالديف. يلا بينا. From here on there's a reception. Yes. Yes, thank you. اهلا اهلا حبايب قلبي، منورين. انا لسه بجيب لك سيره مين؟ مستر فارس. يا غبي يا غبي، لسه جايب لك سيره مين؟ حسن باشا. ايه الغيبه دي؟ اديني يا جيت يا سيدي قلت اسال. ايه مش تسال عليا؟ معلش يا فندم، مشاغل الريسبشن بقى حضرتك عارف. بس على فكره انا عرفت اللي انت جاي. حسيت لان الشماسي كده فتحت لوحدها والورد كده ظهر. منورنا يا فندم، والله منورنا. نورك. قامه سعيده يا فندم. يلا سعيد. تعالى. حاضر حاضر. اصل انا كده يا اولاد بصراحه ما اخبيش عليكم، يعني مطلوب مني شويه تحريات على الناس الشغاله في الغردقه، فقلت ابدا بيكم. بتفائل بيكم بصراحه. شرف لينا يا فندم، شرف لينا. بالمناسبه كده، هو انتوا كنتوا شغالين قبل ما تيجوا هنا؟ انا كنت ابن ناس يا فندم. ابن ناس؟ ابن ناس جدا. اه. وانت؟ واحد من الناس يا باشا. اه. وابن الناس كان بيعمل ايه؟ انا كنت فندم بلعب جولف في نادي الصيد. جولف في نادي الصيد؟ ايوه. ازاي؟
اصل حضرتك انت عارف يا فندم انت هناك لازم تنشن على حاجه، فانا كنت بنشن الجولف في الحفره رمايه يعني. رمايه؟ اه يا فندم. وانت كنت بتعمل ايه؟ انا كنت بلم كور الجولف واغير له الطلقه يا فندم. بيغير الطلقه عشان يا فندم الكوره لما كانت بتطير في الهواء انا كان معايا بندقيه، كنت بنشن على الكوره عشان الكوره تقع في الحفره يا فندم. معلش ولد غشيم بس انا بعد كده سايب عليا واخدته معايا في طريق السياحه. ميرسي جدا يا مستر ادم انك انقذتني من اللي انا كنت فيه. يا ولد ما تقولش كده، ما تبص ايدي. لا ازاي؟ يلا بينا. تعالى. حاضر يا فندم. نادي الصيد. ايوه يا فندم. طب نادي الصيد ده ما بيفكركش بحاجه؟ البندقيه الرش. صلي على رسول الله. لا بنشهد ولا بنقول لله. اضرب البومبا تاخدي دبدوب. ارجوك يا فندم ارجوك ما تفكرنيش باللازم اضرب. اضرب البومبا. وانت؟ ايه يا فندم؟ ما وحشتكش؟ هي مين؟ القرده. الليل 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 يا ميمون. بتعيط ليه؟ الله يرحمها ميمونه. ما تقلبش عليا المواجع يا باشا، الشغل مش عيب. الكذب هو اللي عيب. عشان تعرفه انا حاطط عيني عليه. علينا احنا بس؟ لا ده مجازا يعني، قصده براقبكم. حضرتك يا حسام الغردقه كلها بتراقبنا، احنا ده حسافين جدا يا فندم. لا اسمع. حاضر يا فندم. انتوا لو عملتوا اي حركه كده ولا كده هجيبكم. لو مشيتوا شمال هجيبكم. حاضر يا فندم. اتفضل. حاضر. يلا يا ادهم. يا غبي مش الباشا قال لك مفيش مشي شمال؟ امشي كده. نسيت. امشي يا غبي. اسف غبي. نسيت. امشي. بعتذر يا فندم، الواد ده غبي جدا. اتفضل. عايزني انا البس بدله غوص؟ انا لا سني ولا لياقتي يسمحوا لي ان انا انزل تحت الميه، انا بستحمى بالعافيه. ما كل الناس هتعمل كده يا عم الشيخ، يعني هتبقى انت الفلوطه الوحيده في الموضوع ده ولا ايه؟ ازاي يعني؟ وبدل العريس ما يقول للعروسه زوجيني نفسك يقولها بقلليلي نفسك. ده كلام برضه. هنعمل ايه؟ ما هو ده ستايل الفرح. ستايل ايه يا راجل؟ حرام عليك. انا هكتب الكتاب وامشي. الستايل قال. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في ايه؟ ماله ده؟ مش عايز يغوص. بصراحه بقى كل الناس متضايقه من الفرح المبلول بتاعك ده. مش مهم. المهم ان فارس موافق. هو ده اللي مجنني، انت ازاي قدرتي توقعيني الكام ساعه دول؟ اه منك انت يا ميرا، اه منك. عيب عليك، تلمستك، بعدين انت مشدتني كل مفاتيحه. اهم حاجه اتفقتي معاك كاش؟ اوعى تقلق، كل حاجه اندر كنترول. بعدين هو في عروسه غيري اصلا؟ اهم حاجه العموله بتاعتي. ما تقلقش، هتاخد اكتر من اللي اتفقنا عليه كمان. ممكن بقى تسيبني عشان اروح اعمل بروفه على الزفه؟ ببدله غوص برضو؟ لا مش بدله غوص المره دي، المره دي انقح. هطلعه في السما. سيبني بقى دلوقتي عشان اروح ايه اعمل معاه بروفه الزفه. هتنبسط انبساط والله. حبيبي يا فارس وانت متشعلق كده في الجو، عريس عريستك الرياضي. يا راجل امسك نفسك. انا دايخ بجد. كل ده من بروفه واحده بالباراشوت. بروفه واحده؟ هو في بروفه تانية؟ لا لا للاسف مفيش وقت، هندخل الدايركت على الفرن. ايه ده؟ يعني انا هعمل كده تاني كمان ساعه واحده؟ اطمن، المره التانيه دايما بتكون اسهل من الاولانيه. لا 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 تانيه ولا تالته، انا مش هعمل كده. انا تعبت. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت حاسه باللي انا حاسه؟ لا الارض بتتهز. لا في زلزال ولا ايه؟ مش حاجه. ايه ده؟ ايه ده اللي جاي علينا؟ الحقوني الحقوني يا كوتش هموت. ايه ده؟ استاذ فارس انا شفتك فين قبل كده؟ انت مش عارفني؟ انا ده دكتور امجد. يخرب عقلك، اول مره اشوفك بالتريننج، صدق ما عرفتكش. شو؟ ده لسه كمان لما يكسر مش هتعرفه خالص. حرام عليك يا كوتش يا عبود. الحق عليا يعني، عايزك تبقى دكتور فت. انا مش دكتور فت، انا دكتور فته. فته في نفسي وعاجبني كده. عايزه تعملي مني ايه يا كوتش يعني؟ هتعملي مني راقص تنوره؟ والله العظيم تليق عليك احسن من الدكتوره اللي انت ما بتفهمش فيها حاجه دي. بس بصراحه عنده حق برضه، انا اللي هتجوز مش هو. ينفع يعني دكتور الاوتيل يبقى مرهرط بالمنظر ده؟ شكلنا احنا ايه قدام السياح؟ بص انت تلف حوالين الاوتيل 15 مره، وانت تلعب ضغط 100 مره بس، اوكي؟ 100 مره. 100؟ ده انا محتاج اريح بتاع 3 4 ساعات. هتعمل ضغط 100 مره لان مفيش جواز. يلا يا اسود يا كوتشه كوتشه دي مسعوره. بس انت صعبان عليا قوي يا مستر فارس. البنت دي قالت لك كلام مش حلو، قالت ان انت مرهرط. لا يا عم دي بتقولك انت. لا لا يمكن تغلط في قصه زي دي، قصدها عليك انت طبعا. يا عم بتقول عليك انت، انا مالي؟ صراحه انت لازم تهتم بنفسك شويه. يا عم اهتم ايه؟ ده انا كنت شايفك من فوق، الحاجه الوحيده اللي ما صغرتش من فوق لتحت هي انت، حاجه خضر قاعده تلف تلف تلف. يا عم بص علينا. اهو اهو يا كوتشا. 1 2 3 4 1 2 هوبا يلا ننط في كده. ايد اليمين الايد الشمال، رجل اليمين رجل الشمال،
حلو، الحمد لله. كويس اللي احنا عاملين حسابنا على كل حاجة، جايبين أكل عشان لو جوعنا في المية. سباحة بتجوع برضو. إيه اللي انت هتعمله؟ إيه ده؟ إيه في إيه؟ في فين اليوجا اللي أنا علمتها لك؟ يوجا إيه؟ لا أنا مش هلعب اليوجا دي تاني خلاص، حرام عليكي، لا أكل ولا شرب ولا كلام، ده كده كتير. أنت عارف اليوجا دي هتعمل معاك إيه؟ هتنزل كرشك اللي قدامك 3 متر ده. لا كله لا كرشي، اللي ما عندوش كرش ما يسواش قرش. اه طب كده اوكي، لما اتجوز فارس مش هخليه يدفع ضرايب. انت فاكره تحت القبه شيخ ده كحيان معوش فلوس. خلاص اوكي انا موافقه، بس انا بس محتاجه اعرف حاجه صغيره قوي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو ده رياضه بالنسبه لك؟ دي اسمها سباحه يا حلابس. اعمل ايه؟ الميه ساقعه ومش هقدر اقلع هدومي وانزل اعوم. لا ده كتير عليا قوي بجد، انا ما شفتش في حياتي اللي انا شفته هنا في الاوتيل. دي رياضه بجد، دي رياضه. حسبي الله ونعم الوكيل بجد. استني يا فندم. كتير كتير. لا استني. كتير كتير. طب ادور واطلع وراك. استني هيكون راح فين؟ بس هيكون راح فين؟ ايه ودي ايه ده باشا؟ انا بشبه على اللابتوب ده. اللابتوب ده بتاعك؟ لا بتاعك انت. بتاعنا؟ اه. يا حرامي يا انت دخلت مكتبي وخدت اللاب من ورايا وقعدت تشرب عصير. بتشرب عصير؟ انا هفهمك. فهمني ايه؟ وطي صوتك. وطي صوتي ليه؟ اقعد بقى. ده انت حرامي. اقعد هفهمك. يا حرامي. مش حرامي لا. انا هفهمك والله، بس وطي صوتك. دي سرقه بيضة. انا اعرف ان في كدبه بيضة، انما سرقه بيضة دي جديده. ما انا هفهمك. انت فاكرني ابن ناس؟ لا. ده انا مقطع بطاقتي. انا ماشي بكارنيه النادي. فهمني يا سيدي. فهمني. صدقني المصلحه واحده. مصلحه واحده ازاي؟ هات الباسورد. كمان؟ انت بجح يا ابني. ليه؟ يعني واخد اللابتوب وعايز الباسورد؟ وطي صوتك. افضحك؟ يا سيدي ما تفضحنيش، بقول لك المصلحه واحده، انت لو هديت عليا هفهمك والله. فهمني. هقول لك. انا عايز الباسورد ليه؟ ليه؟ عشان افتح اللاب بتوب ده. ليه؟ ليه؟ عشان اجيب بيانات ميرة. ليه؟ ليه؟ عشان اجوزها فارس. ليه؟ ليه؟ عشان انت تتجوز فريدة. اه عرفت بقى؟ فريدة. هات الباسورد. فريدة. ماشي خلاص، هات الباسورد الاول. فريدة. ايوه ما هو لازم حاجة قبل حاجة. هات الباسورد يا حبيبي. الباسورد فريدة. الباسورد فريدة. ايوه. طب لقلبك انا فكرت فيه بس قلت ده بعيد. لا لا قريب قريب قوي. اكتب اكتب فريدة. حاضر يا سيدي. هات ورقة وقلم. ورقة وقلم ايه؟ انت هتكتب على الكيبورد. اه صحيح. اكتب فريدة. ايوه صح. فتح؟ لا ما فتحش. طب جرب تاني. فريدة. فتح؟ لا لسه. انت بتكتبها ازاي؟ بالعربي. يعني واحد واقف في الريسبشن زيي وبيتكلم لغات هيكتبها بالعربي، اكيد كتبها بالانجليزي. ولا بالانجليزي بقى وعلام وكده. ماشي يا سيدي. ايوه. بسم الله. ام ام ايه؟ ام ام ايه وليله ايه؟ فريدة بالاف. لا 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 انا عامل تمويه عشان كله عارف ان انا بحب فريدة، فاكيد هكتب فريدة، فانا كاتب ام فريدة. ولا على اساس مدام فريده. قريلي ده باعتبار المستقبل. قريلي. حاضر يا زيلي. اكتب اكتب ام فريده. ام فريده. فتح. ايه ايه ده؟ ايه اللابتوب بيقول لي ان هي ماشيه النهارده. لا 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 قول له ان مستر غلاب قال لي ان هو اقنعها تقعد يومين عشان تقابل مستر فارس. براوة. حلو. ده صوتك. قلت صوتك ليه؟ ليه؟ لا فريدة تسمعنا. تخاف منها كده ليه؟ يعني بعمل بروفة على بعد الجواز. غريبة، أنا عمري ما خفت من مراتي. بجد؟ أنت متجوز بقالك قد إيه؟ عشان عمري ما اتجوزت. عمرك ما اتجوزتني؟ يا ولا يا ولا بلعك عليا يا ولا. بس لا ما تقابلش العربة دي. يا ولا. إيه ده؟ إيه؟ كل ما أدوس على أي زرار ألاقي الشاشة سودة برضو. لا وريني. مفيش أي أوبشن بيتفتح. وريني وريني. ده فاصل الشحن. مصعب انا سمعت انك عايزه تاجل الجوازه. طبعا لحد ما يصلح جسمه. هو مين اللي يصلح جسمه؟ المأذون. بعدين انا بصراحه عمري ما شفت ده في حياتي. رفيع قوي وكرشه قدامه مترين، حاجه ما فيش تناسق اطلاقا. واحنا مالنا؟ احنا مالنا والمأذون؟ هو اللي هيتجوز ولا انا؟ بس هو اللي هيجوزنا. ما هو مش معقول ابدا ابقى دكتوره في تربيه رياضيه والمأذون بتاعي يعني مش في التعب في حقي. خلاص يا ستي ماشي، هجيب لك مأذون غيره يكون عامل دايت، يكون كده جسمه حلو. بس فت. حاضر يبقى فت. وانت كمان يا حبيبي لازم تكون فت. انا مالي، انا كويس، انا لا تخين ولا رفيع. بس مش كويس قوي. طول عمري كده نفسي يكون فتى احلامي كده يكون عامل بادي بيلدينج. واحنا نخلص من العوم نخش في البادي بيلدينج؟ يعني انت فرحان بنفسك مثلا؟
انا بجد مش قادره اصدق نفسي. فين السكس باجز؟ لا لا عيب عيب عيب. ايه الكلام ده؟ بلاش. فين التراي؟ اهي. فين الباي؟ اهي. فين الترابيس؟ لا بصي بقول لك ايه، انا محدش يتكلم على ترابيزي، كله يقول لي ترابيز، انا ما بنزلش من الترابيز بتاعتي عشان ما تحسبش. هي فين ترابيزك دي؟ انا شفتها اصلا. حط صوتك، حط صوتك. الناس عارف انت لو مش مبسوط من نفسك ومن شكل جسمك كنت ظهرته كده قدام الناس، بس شكلك يعني. بقول لك ايه، مش عايز اتجوز. احسن. طيب ما زقيش. ايه ايه يا حبيبي اللي حصل؟ انا مش عايز اتجوز. هو انا جاي اتجوز ولا العب تمارين؟ يا غلاب ده. فارس اسمع، فارس اسمع بس. يا عم روح يا عم. حبيبتي يا ميرا. اهلا اهلا. عملت ايه تاني مع فارس؟ سيبك منه هيرجع تاني، خلينا فيك انت. انا مالي؟ خد يا عزيز. ايه ده؟ جبت لك تريننج عشان تحضر بيه بكره التدريب. مش انا يا حبيبتي، انت فهماني غلط، انا ماليش في التمارين ولا الكلام الفاضي ده خالص. هو انا يعني ينفع اتجوز واحد المحامي بتاعه مش فت تلامذتي يقولوا عليا ايه في الكليه؟ قسما بالله، قسما بالله ما هجيب الكليه صدقيني. ولو مش الصور دي هتنزل على السوشيال ميديا؟ ايوه. ترضيك شكلي يبقى وحش؟ لا 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 لا، بس عايز اقول لك حاجه يا ميرا، يعني شغل خمسه لصحتك ده ما ياكلش معايا. وادي التريننج بتاعك اهو. ها فارس، البسه. فارس جاي لك. البسه بس. تعرف ان التريننج بتاع ميرا هياكل منك حته؟ لا والله العظيم انا عارف. على فكره انا اللي صممت البس ترينج ده، قلت لها هاتي لي ترينج، قلت لا 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 بلا. قلت لها انا زيهم هتمرن معاهم يا ميري، يعني هتمرن معاهم. ايوه ايوه، عادوا حكى لي على كل حاجه وقال لي انك ما كنتش عايز تلبس التريننج ده خالص. يا فتان يا ابن الفتانين لما اشوفه. ايه ده، هو احنا عندنا فرح في الاوتيل ولا ايه؟ تعال تعال. لا والله العظيم انا عارف. على فكره انا اللي صممت البس ترينج ده، قلت لها هاتي لي ترينج، قلت لا 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 بلا. قلت لها انا زيهم هتمرن معاهم يا ميري، يعني هتمرن معاهم. ايوه ايوه، عادوا وحكى لي على كل حاجه وقال لي انك ما كنتش عايز تلبس التريننج ده خالص. يا فتان يا ابن الفتانين لما اشوفه. ايه ده، هو احنا عندنا فرح في الاوتيل ولا ايه؟ تعال تعال. اه انك يا ميرا، كنت اظنك اميرة لكني وجدتك شريرة، اي سوبة ثقيلة. لو تسمحي لي يا مس اشعر بمس، وعايز استراحة بعد اذنك. مفيش استراحة غير بعد التدريب. خلاص المسراح يا جماعة، كوباية مية الراجل هيروح مني. أوه. ايوه انا هروح. تعالى هنا. نعم. انت رايح فين؟ عليك، انا سايب التلفزيون على النار، فهطفي على الكاتل واجيب المية واجي. خمس عيدة. تعالى هنا. حاضر. هوب هوب. برافو ميرا. احسن. برافو، كان نفسي من زمان اضرب الاوتيل كله. احسن. ايو ايو ايه او ايه او تتربت. ايه يا ابني ده؟ ده تدريب رقص. ايه او ايه او او باي. ايه تعباني. اها. انا ترابيزي شد عليا، انا هروح اريح يا شويه. يا ابني مش كده مش كده، المفروض تعمل تدريبات رياضيه. اه صح، تدريبات رياضيه. حاضر. فينه الدمبل؟ فينه يا ابني بتاعت هشام عباس دي؟ اه صحيح، مش هتصرف. ايو 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 ايه او ايو دا دا دا. انت رايحين فين؟ انا؟ اه انا؟ ايوه. رايحين على فين يا حلوين؟ هفطر واخد حجرين شيشه وارجع لك على طول. هو في حد في الدنيا بيفطر قبل التدريب؟ الحقيقه انا بشايش قبل التدريب. مفيش شيشه، الشيشه دي تنساها خالص مدى حياتك. لا هي صح، هي صح يا فارس، برافو عليك يا ميرا. كده بطنك تقلي بسمع الكلام. انا هروح المطعم اقفله خالص، ممنوع الاكل قبل التمرين. خدني معاك. تعالى هنا. تعالى.
اطمنوا المطعم مقفول. لا يا شيخ. المفروض الفطار من ساعه. ما انا اتفقت مع الشيف ياجل الفطار بعد التدريب. يعني الشيف نايم دلوقتي؟ لا ازاي، بيلبس وجاي يتدرب معانا. هو كمان عاوزه ايه؟ ضغط. عايزه جهاز ضغط؟ لا لا لا، عايزاكوا تعملوا ضغط. انا ما عملتهاش وانا صغير، هعملها دلوقتي. يا نهار ابيض، بجد انت عملت كده؟ طب انت تعمل دلوقتي ضغط عشان تكفر عن غلطتك البسيطه دي يعني. ماشي حالك، الجواز كده هتعصلك. ها طب هعمل اتنين تلاته. 100 ضغط. ايه؟ 100، واللي هيغلط هيعيد من الاول. طب يلا. واحد اتنين. ضغط هوائي، ضغط. واحد. 17. اتنين. 35. تلاته. ضغط يا ابني ضغط، مش كده. 97. كتير عليا قوي بجد. تمام يا فندم. انا اعمل 100 ضغط في 5 دقايق. لا ويا ريتك عملتهم صح يا فارس. بقول لك ايه، هميره دي حد مسلطها علينا؟ معلش يا فارس. هي إيه، مش فاهمه انها بتحرك تروس مصديه في مكنه عطلانه. عطلانه ياما. امال هعمل ايه بقى بعد الجواز؟ ده لو عشت لحد ما تتجوز. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا زهدي؟ شيطان، شيطان يا استاذ غلاب. انت ما شفتش ميرا عزقتنا قد ايه؟ وانا عارف ان الشيطان شاطر. عمال اقول لها يا وليه، يا وليه عندي ديسك. قالت لي لا مش مصدقاك، هات لي شهاده صحيه. شهاده صحيه ليه؟ طالع عمره مقبوله ان شاء الله يا استاذ زهدي. الف مبروك، الف مبروك يا حبيبي. الله العظيم فرحت لك. وايه ده؟ في واحد احرام من هنا؟ احرام ايه؟ في واحد بتاع بخور واقف على البيت. عود؟ قصدك عود؟ بحبه جدا. تبقى هات لي حبيتين منه لما اجيب لك. الله، انتوا مش عايزين جلاليب؟ لا، في طواقي. طواقي ايه ونيلة ايه؟ طواقي. لا انا مش قصدي. انا قصدي واي كان طالع عمره يعني. بس ايه ده؟ مين اللي ركب لك الرقبه دي؟ دكتور البهايم اللي قاعد جوه ده ركبها لي وقال لي هتشوف بيها، هتشوف بيها. امجد؟ هو لسه عايش؟ لسه عايش، بس عمال يشحر في العياده. هيموت. بقول لك ايه يا فارس؟ ده مش اخر واحد هيبقى ضحيه ويشحر زي ما قال كده. على فكره لو ما لحقتش تتجوز ميرا والله هتفنشنا كلنا. اتجوزها، اتجوزها يا اخويا وابعد عن الفندق. اقول لك روح الصاله المغطاه او استاد القاهره. حلو قوي موضوع الصاله المغطاه ده. بقول لك يا زهدي، انا بلاش تحزق قوي كده عشان ممكن تتفك منك. يا نهار اسود، هي ممكن تفك؟ تفك طبعا. الله، مش امجد اللي مركبها لك، فالص وهتفك. فالص وهتفك؟ صدقني. يعني ايه؟ يعني انا ممكن ابقى مقصوف الرقبه؟ لا ده انا ابلغ عنكم وافضحكم والله العظيم. ماشي ماشي ماشي. ايه ده؟ اعوذ بالله. ايه ده؟ ايه في؟ لا ثانيه واحده بقى، ثانيه واحده معلش. ايه؟ اشمعنى انت اللي ما حصلكش حاجه؟ لا انا غيركم خالص، انا راجل عود رياضي. بقول لك يا غلاب، يا تجوزني ميرا دي بعد 5 دقايق يا تشوف لي اي واحده في العماره عندك بقى. وقعت العماره؟ وقعت؟ لا لا، لو وقعت شوف له اي عروسه من الحي. العماره دي فين؟ العماره دي في المانيال. خلاص يبقى حي المانيال. انت واقف ليه؟ انا عايز اكلم حي المانيال. روح اتنايل. ما كانش يومك يا غلاب. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله يا رب. الحمد لله على ايه؟ الحمد لله ان انت ماشيه. انا تعبت خالص، انا خسيت، انا ما كنتش كده الاول. طب احمد ربنا. ايه ده؟ ايه ده؟ انت رايحه فين؟ رايحه ابو ظبي، جالي عقد عمل هناك في كليه التربيه الرياضيه. ابو ظبي؟ طب وانا وجوازنا؟ ما تقلقش يا حبيبي، هم 3 سنين بالكتير قوي وهرجع لك. 3 سنين؟ مالك محسساني انهم 3 ايام؟ حبيبي دي حاجه بسيطه قوي عشان تبقى فت. ما انا برضو ما ينفعش اقول يعني التلامذه بتوعي في الكليه ان انا متجوزه واحد مكسح بالشكل ده، ترضاها لي طيب؟ ما انت اللي كسحتيني، انا كنت كويس. انا مش كنت كويس يا ابني؟ كنت زي الفل والله يا مستر فارس. حاجه بسيطه، 3 سنين بس، وانت بسرعه حصلني على العربيه. يا ابني ايه اللي جرى لنا ده؟ انت كويس؟ والله الحمد لله تمام. وايه اللي انت لابسه ده؟ سبورتس وير. طب شوفها بقى رايحه وير. بعد اذنك. السلامة. الو كابتن سيد عبد الحفيظ، انا مش حاجه العب معاكم الماتش لمده سنه. سلام. تعالى نعترف اننا فشلنا. يظهر ان ربنا مش رايد لك اتجوز جوازه نص لبه. تمام عندك حق، بس احنا ما عندناش حل تاني. حبيبي الاوتيل مش هتلحق. خلاص ههرب قبل ما الضرايب تحجز عليا. كان غيرك اشطر، هيجيبوك من تحت تقطيع الارض. ولو اني مش فاهم يعني ايه تقطيع الارض،
انت عايز مني يا غلاب؟ عايزني انتحر؟ لا لا لا، بتنتحر ليه؟ احنا دلوقتي مش قدامنا غير الكارت الاخير. كارت ايه؟ حبيبتك اللي هتموت وعايزه تتجوزك. فريده؟ اه فريده، وفي غيرها؟ ادام يا فارس مش عارفين نجوزك من بره الاوتيل، نجوزك من جوه الاوتيل، واهو يبقى زيتنا في دقيقنا واكتفاء ذاتي. قلت لك 1000 مره يا غلاب، ما ينفعش اتجوزها. بس ما قلتليش ليه؟ من غير ليه يا اخي؟ مش بحبها، مش طايقه. فارس انت مش هتعرف تخبي عليا كتير. اخبي ايه؟ السبب اللي مخليك مش عايز تتجوز فريد مع انها هتحل لنا كل مشاكلنا وهتخليني كمان اخد الحموله بتاعتي. ايه يا فارس؟ مفيش سبب غير اللي قلته لك. عن اذنك. الله الله الله، خلاص اتجرأنا وبنقول عن اذنك. انا يتقال لي عن اذنك؟ ماشي يا فارس، يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. ماشي يا ابن انديل. تحبني؟ ما بتحبنيش. كده يا فندم الريسبشنست يبقى واخد باله من كل تفصيله موجوده في الريسبشن. في ريحه؟ مفيش ريحه. مهم، منورنا. دي متلازمه غريبه على فكره. اه ليها دلالات. على ايه يا فندم؟ ادهم انت بالك فتره متغير كده. حصل يا دكتور. تصرفاتك حصل، سلوكك حصل، مشاعرك حصل. بس انت عرفت منين يا دكتور؟ في حاجه يا دكتور؟ لا ماشي، عندي متلازمه برضه. على فكره كل الناس في الاوتيل ده فاهميني غلط. ازاي يا دكتور؟ معتقدين ان انا دكتور باطنه. امال حضرتك ايه؟ انا دكتور باطنه وقلب. قلب. يا فاهمني، يا فاهمني يا دكتور يا جامد. قلب. حلو. طب وانت بقى ايه رايك؟ اعمل ايه؟ في ايه؟ لا مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. هو حضرتك جاي ليه اصلا؟ انت جاي ليه يا دكتور؟ عايز ايه؟ بص يا سيدي، انا قبل ما اجي اشتغل في الاوتيل ده كنت بوظف في الجيم. بتواظب على ايه يا باشا؟ كنت بوظف في الجيم. بتواظب ازاي يعني؟ بلعب في الجيم. يعني حضرتك كنت بتعمل ايه؟ شيب. شيب؟ ايوه. اي فندم. وكانت عندي كتله عضليه فظيعه. اكيد. اه مسميني بيج امجد. بيري بيج امجد. بس الحاجات دي بتروح مني. بتروح منك؟ اه. ازاي؟ كل ما اروح الجيم الاقيه مقفول. يا دكتور ما بيفتح من 9 وبيقفل 9. ياه، يفتح ويقفل في نفس الساعه؟ دكتور امجد بيفتح 9 الصبح بيقفل 9 بالليل. يا راجل. اه. خبر عليا. بقول لك يا دكتور، كنت عايز اقول لك على حاجه. انت فيه بتبص على ايه؟ لا متلازمه عندي برضه. نفس الحكايه؟ دكتور وانا لو بحب واحده منك بتفهم في القلب، يعني ازاي اخليها تتحرك؟ في حاجه يا دكتور؟ لا ثواني. ايه اللي حصل؟ البيفيه فتح. الايه؟ البيفيه. البيفيه؟ اجيب لك حاجه من هناك؟ لا انا عايز بس حاجه تقول لي بس معلومه. يا دكتور، يا دكتور انا بس لي هنا. يا دكتور. ماشي يا دكتور.